السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض السردين في الفرن بطريقة تحفة جدا، وكمان سهلة جدا جدا. هيطلع معاكي الطعم وريحة مميزة جدا للسردين بدون أي مجهود ولا وقفة كتير في المطبخ، يعني في دقايق معدودة كده هتكوني عاملة صينية سردين تحفة جدا تأكل كل العيلة. السردين متوفر الأيام دي طبعا في أيام الشتاء، وكمان بيكون بأنواع مختلفة كتير جدا. إيه والنوعية دي بالذات أنا بحبها لأنها حلوة قوي، هنتكلم عنها وإحنا شغالين في الفيديو. بس المهم النهاردة هنعمل تتبيلة بسيطة جدا، حاجة كده أروع من المطاعم طبعا، لأن معمولة في البيت بنظافة، ويكفي إن هي من إيدك، هتطلع جميلة جدا جدا. شايفين جماله؟ سردين تحفة جدا، ريحة وطعم وشكل مفيش بعد كده. تقدري تقدميه جاي جنب أي نوع رز انت تحبيه. ولو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو، ويلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة والمقادير. الطريقة بتاعتنا سهلة جدا، وكمان التوابل بتاعتنا مفيش أبسط من كده. أهم حاجة نوعية السردين، أنا بحب نوعية السردينة دي لأنها ما بيكونش فيها شوك كتير، إلا الكام شوكة اللي في البطن دول، وممكن تشيليهم وانت بتنضفيه. كمان بطنها بتكون نظيفة جدا وما فيهاش قشر من بره، وجلدها حلو قوي. تمام معايا الخضار بتاعي عبارة عن بصلة وطماطمتين، وحدتين فلفل، وجزرة مبشورة، وكل الخضار متقطع بالطريقة دي، ومعايا فلفل أحمر مفروم. إذا مش متوفر عندك وانتي بتفرمي التوم، بتفرمي معاه وحدتين من الفلفل. تمام معايا توم، ملح، شطة، كمون، كزبرة، شوية صغيرين من الفلفل الأسمر، ونص معلقة من الكركم. بحب أضيف الكركم جدا في أي أكل، وبيكون ويا السمك تحفة جدا. وكمان معايا عصير 3 ليمونات. دلوقتي هاخد التوابل بتاعتي وهضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت. احب اقول لكم بس ان الخضار اللي انا مقطعاه معاكم ده هناخد منه جزء بسيط جدا لتتبيلة السمك، والباقي هيكون هو السلطة اللي هتتعمل جنب السمك. تمام كده، يعني في وقت واحد احنا هنعمل السلطة وكمان هنعمل تتبيلة السمك. شايفين قد ايه طريقة بسيطة وهتنجز معايا حاجات كتير. باخد التوابل بعد ما حطيت عليها 3 معالق كبار من الزيت، ببدأ أعصر عليها ال3 ليمونات. الليمون ده حجمه كبير وكمان بيكون فيه المية كتير. الليمون متوفر برضو الأيام دي بشكل حلو قوي، تقدري تجيبيه وتخزنيه لأوقات بيكون فيها سعر الليمون غالي. تمام كده هنعصر عصير ال3 ليمونات على التوابل والزيت، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. على فكرة كمان احب اقول لكم ان انتم ممكن تشتروا بهارات سمك جاهزة من عند العطار، بس انا بحب اعمل الميكس ده علشان بضيف عليه كمية الكمون وكمية الكركم اللي انا بحبها. وكمان ممكن تضيفي عليه البابريكا. دلوقتي هبدأ اخد 3 معالق كبار من الفلفل المفروم اللي انا وريته لكم في الاول، وهي المكونات. وزي ما قلت لكم اذا مش متوفر عندك ممكن تدقي ويا التوم، وانت بتفرمي التوم وبتدقيه تدقي معاه 2 3 من الفلفل، اخضر بقى او احمر مش هتفرق كتير، بس راح الفلفل الاحمر بيكون حلو قوي في شكله، وكمان طعمه بيكون جميل. دوبت كل التوابل والمكونات بتاعتي كده ويا الزيت والليمون. هاخد الخضار اللي انا مقطعاه معاكو ده، هنزل عليه 3 معالق كبار من التوابل اللي انا عملتها دي، زي ما قلت لكم هنا ان الخضار ده انا هستخدمه جزء بسيط منه ويا تتبيلة السمك، والباقي بيكون هو السلطة اللي بتتقدم جنب السمك، سلطة خضرة كده بتتعمل في وقت بسيط ولذيذ. خدت كمية بسيطة من الجزر المبشور، حطيتها برضو ويا التوابل وقلبتهم ويا بعض كده، وهبدأ انزل بيهم علشان نتبل السردينة بتاعتنا دي. السردينة دي من مميزاتها كمان ان هي بتكون متماسكة كده، مش طرية قوي، وكمان لحمتها بيكون لونه ابيض ومفصص، جميلة جدا جدا. وكمان سعرها مش غالي، يعني السردين اليومين دول يا جماعة سعرهم مش غالي قوي، يعني في متناول الايد، يعني على قد الايد بتقدري تجيبي كمية من السردين. وكمان طبعا السردين كلنا عارفين فوائده، وسمك بحر بيكون ممتاز جدا. انا هنا تبلت كل السردينة، وحاولت كمان ادخل التتبيلة جوه بطنها كده بالشكل ده،
السمك والسردين من الحاجات اللي مش بتاخد وقت خالص في التتبيلة، يعني ان انت بتعمليه وبتسويه على طول وبيتشرب بسرعة جدا. التتبيلة بتاعته والليمون اللي انت حاطاه فيه بيكون حلو قوي. دلوقتي بجيب الصينية اللي هبدأ ادخلها الفرن، وهبدأ اديها رشة من الزيت، مسحة من الزيت خفيفة كده، وبجيب الخضار اللي انا كنت مجهزاه معاكو بعد ما قلبته. هبدأ بس يدوب احط ايه، يعني حاجة بسيطة خالص كده تديني مرقة او ريق كده بسيط من الخضار ده تحت السمك قبل ما ارصه. تمام كده، ممكن نستغنى عن الخطوة دي ونرص السمك مباشر على طول في الصينية. هاخد كمية بسيطة كده من خضار الطماطم والبصل والفلفل والجزر ده، وهأفرد شوية صغيرين كده، شايفين قد ايه، في الصينية كده من تحت، بتدي بتضاعف الريحة كده وبتعزز ريحة السمك كده، وبتخلي المرقة بتاعته تحفة جدا. شايفين الجمال، هو صراحة بجد الريحة مبدئيا في منتهى الجمال والروعة قبل لسه ما يدخل الفرن ولا اي حاجة، ريحة الخضار تحفة جدا. هاخد وحدات السمك وهرصها بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. هرصه جنب بعضه، وهحاول ان انا اخليه الوش بتاعه مظبوط لفوق علشان وهو بياخد لون يتحمر معايا كويس. تمام كده، بعد ما هرص كل السردينة بتاعتي، الكمية التوابل اللي هتكون نازلة منه او متبقية منه هحطها على وش السردينة بالشكل اللي هنشوفه مع بعض ده. على فكرة السردين من الحاجات اللي بيكون طعمها لذيذ جدا، وكمان فوائدها يعني كتيرة جدا جدا بجد. تمام كده، انا التوابل اللي اتبقت مني حطيتها على وش السمك السردينة بالشكل ده. دلوقتي بنبدأ نشغل الفرن، وبنخلي الفرن درجة حرارته 200. تمام، هندخل السمك على درجة حرارة عالية وبننزله مباشر على الشبكة على طول، مباشر على النار. تمام، على أول رف في الفرن بعد الحرارة النار من تحت. تمام كده، كمان معايا قشر الليمون اللي أنا كنت عصرته مرميتهوش، أنا بحطه كده بوزعه بالشكل ده كده في صينية السردين علشان وهو بيستوي بيطلع ريحة تحفة جدا. وبشغل كمان الشواية من فوق، وبدخل صينية السردين على أول رف مباشر على النار، بياخد معايا لون تحفة جدا من فوق. وكمان أحب أقول لكم إن هو مبياخدش وقت كبير خالص في الفرن، هو بالظبط ربع ساعة 15 دقيقة بتكون صينية السردين بتاعتي مستوية وكمان واخدة اللون. وبالنسبة للسوائل اللي هتنزل من السمك والخضار اللي موجود معايا ده، التسوية دي بإيدك انتي زي ما بتحبي، سواء ان انتي تنشفيها قوي او ان انتي تسيبي فيها مرقة كده تاكليها ويا الرز كده ويا السلطة، بتبقى حلوة قوي. واذا حبيتي تنشفيه خالص ويكون متحمر من تحت ومن فوق زي ما بتحبي بالظبط تاكلي السردين اعمليه، لان التسوية دي في ايدك انت. انا هنا شايفين مخدش معايا ربع ساعة على النار وطلع بالشكل التحفة جدا ده. بتعملي جنبه رز ابيض او رز حباية وحباية، رز صيادية زي ما تحبي خالص. طبعا السلطة احنا جهزناها مع بعض، اتمنى تجربوه بطريقتي وتقولولي رأيكم في التعليقات، رأيكم بيسعدني جدا وبيفرق معايا كتير. وبالهنا، اشوفكم الفيديو الجاي على خير، باي باي.